لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان وبالعالم من البيت. اليوم رح نكون بمقابلة مع السيدة ميشيل فياض وهي مستشارة دولية لنحكي عن المبادرات الفردية يلي عم بتقوم فيها الجامعات والأفراد على صعيد لبنان لمساعدة كل الطواقم الطبية بلبنان. أهلا وسهلا فيك سيدة ميشيل ويعطيكم ألف عافية. بالبداية نحن كلنا قاعدين بالبيت ويعني عم نشتغل حتى من البيت وما عم نقدر نظهر إلا للضرورات، إذا بدنا نروح سوبر ماركت أو بدنا نقضي حاجاتنا الأساسية، ولكن بذات الوقت في أشخاص بحاجة لدعم إن كان مادي أو معنوي. كيف فينا نحن ومن البيت نقوم بمبادرات إنسانية لمساعدة كل الفئات الموجودة بالمجتمع اللبناني؟ بونجور باميلا، كيفيك؟ مرسي أول شيء لاستضافتي بهذا البرنامج، وتاني شيء برنامجي كتير عم بيفيد كتير عالم وعم يعطي أفكار وإشياء حلوة. والسؤال كيف فينا نعمل جروب نقدر نعمل مبادرات منهم بمجهود شخصي؟ نحن كلنا قاعدين بالبيت وعم نشوف شو عم بيصير بهذا المرض الفيروس كورونا يلي عم بيفتك العالم ويلي عم بيصيب عدد كبير دون أي تمييز كان بلد ولا شعب ولا دين ولا لون ولا عرق ولا أي شيء. فالإنسان كل شخص فينا عنده حس المسؤولية والإنسانية، بس لازم نكبره، وهيدا حس المسؤولية لازم نزيده ونزيده ونزيده أكتر. الشخص كل واحد بالإشياء بيقدر يعمله، يعني في ناس مقتدرة فيها تقدم مصاري، في ناس فيها تقدم شغل، في ناس فيها تقدم أغراض، كل واحد شو فيه يقدم. يعني الشخص المقتدر يتواصل يعمل جروب، يتواصل مع جمعيات يعرف إنه هيدول تراستد، يروح يجمعوا من بعضهم كان مصاري أو أغراض أو أي شيء بيقدروا يفيدوا العالم بهالحاجة الملحة، لأنه هلأ الحاجة كتير ملحة والأزمة عم تتزايد وتتفاقم، لأن لا في بنوك لا في معابر لا في مطارات ما في شيء. فلازم هلأ يوعى عنا الحس الإنساني والضمير أهم شيء والعطاء، لأنه إذا هلأ نحن ما عملنا هيك كل منطقة، لو كل منطقة عملت هيك وجمعوا بعضهم وتكافلوا وتكاتفوا، لو كل واحد شو ما قدم صدقيني ما بيعود في منطقة بلبنان هي بحاجة لأي شيء. فمن هون لازم كلنا نتكافل ونحط إيدنا بإيد بعض. فأنا بدعي الكل ليقوموا بمبادرات فردية، كل واحد عقد ما بيقدر كان مصاري أو معدات أو مواد أو شغل، يجمعوا بعضهم يعملوا جروب ويتوجهوا يا للمنظمات الموثوقة يا هن يروحوا دور تو دور مثل ما نحن عم نعمل معهم بمساعدة منظمات عم نروح دور تو دور. فهذا الشيء لازم نعمله. نعم، حضرتكم قمتوا بمبادرات فردية أو مبادرة فردية لمساعدة الطواقم الطبية وكل العاملين بالمجال الطبي بلبنان، خبرينا أكثر وأكثر عن هالمبادرة. بخصوص المبادرة اللي أنا قمت فيها اللي سألتيني عنها، هي بلشت مبادرة فردية، أنا وصديق لإلي اسمه أمين غنام شفنا الجمعيات اللي بشوف يلي تعنى بمساعدة المرضى والمحتاجين. في جمعية اسمها جمعية خلوات جرناية، هي مقرة بشوف، فأمين اجتمع فيهم وشاف حاجاتهم لأن هن عندهم بعض المواد، فعملنا ليستا فيها. وبطريق الصدفة عم بحكي مع صديق لإلي بالإمارات، هو كان بعشا مع مجموعة، وهيدا المجموعة كان في شخص سمع هذا الموضوع، أخذ استأذن وأخذ رقمي من صديق الموجود هنيك واتصل فيه. أنا استغربت رقم لبناني، رقم إماراتي ما بعرفه. قال لي أخت ميشيل أنا سمعت أنك عم تجهزي مركز للكورونا وهذا شيء عظيم بهالزمن، فإذا ممكن أنا بدي أتبنى المبادرة. وهالشخص اسمه أحمد الفلاسي، وأحمد الفلاسي أنا ما بعرفه ولا بعرف شيء عنه، بس اللي بعرفه إنه مبادرته العظيمة بالإنسانية والعطاء كانت كتير حلوة، هو البادر وتواصل معي، وخلال 15 يوم كان كل شيء موجود عندنا من أسرة طبية، من مكانات للأكسجين، الفي باب، الماسكات، البدلات العزل، مكانات التطهير، الأقنعة، كل وشراشف تخوتي لحرمت والمخدات، كل ما يلزم لنجهز 10 أوض بهيدا اللوكيشن، لأن احنا اوريدي كان عنا 5 قود جاهزين من تخوتي وهو كمل بـ5 تخوتي والمكانات اللازمة لقلهم. نعم، حلو كتير، يعطيكم ألف عافية وشكرا لكل الأيادي البيضاء يلي عم بتساعد لبنان في ظل هيدا الأزمة. شو الخطوات التالية سيدة ميشيل اللي رح تقوموا فيها، وكيف بيقدروا الناس يتواصلوا معكم؟ مثل ما سألتيني باميلا شو النشاط التاني وكيفية الاتصال فينا، النشاط التاني هو هلأ
نحن في بروجي عم نشتغله اسمه سلة الغذاء بزمن الكورونا وسلة التعقيم في زمن الكورونا. فنحن هدفنا نجمع فوق 5000 سلة لنقدر نغطي أكبر عدد ممكن من الناس، والناس تقدر تداوم بهالأزمة الحالية. وبالتعاون مع جمعية هاي يلي هي تعنى بالشباب يلي عندها بتجند الشباب ليساعدوها، فهذا البروجي أول شيء رح يكون مثل درس للإنسانية ولا العطاء للشباب اللي بدها تساعدنا بهذا الزمن حتى كلنا نكون إيد واحدة. وهدف الثاني إنه نقدر نأمن مواد التعقيم والمواد الغذائية لكل العيال، أكبر عدد ممكن من العيال. فكيفية الاتصال معنا هي على الرقم 00961717701. وبتمنى من كل الجاليات اللبنانية بكل العالم ومن كل اللبنانيين الموجودين القادرين يساعدوا، كان مساعدة عينية ولا مساعدة مادية، ومن كل شخص فاعل خير بيحب يساعدنا، نحن يتصل فينا على هالرقم ونحن حاضرين لكل أي مساعدة كانت عينية ولا مادية. وبتمنى من الكل يحطوا إيدهم بإيدنا ونحط إيدنا بإيد بعض حتى ما نقدر نشوف حدا متضايق أو محتاج أو بحاجة لأي شيء. وأنا بتشكر الجروب يلي نحن صرنا عم نشتغل سوا، دكتور ربيع الباشا وأستاذ رابح الباشا وأستاذ هشام نصر. نحن من مبادرة فردية أنا وأمين غنام صرنا جروب بتعاون مع جمعية عم نعمل هول الأشياء الحلوة يلي مفروض كل شخص يعملها. نعم، يعطيكم ألف عافية سيدة ميشيل فياض ولكل الأيادي البيضاء يلي ذكرتيها ويلي ساعدتنا بهذه الظروف الصعبة، على أمل أنه نقطع هالمرحلة بأقل أضرار ممكنة. أكيد لكل المشاهدين اللي بحبوا يتواصلوا معكم، حضرتك ذكرتي كيفية التواصل معكم. شكرا من القلب لكل شخص ساهم بدعم هالمبادرة ودعم الطواقم الطبية بلبنان. نحن كثير بحاجة أنه نتكافأ ونتضامن كلنا سوا حول العالم لنقدر نضهر من هالأزمة المستجدة بالعالم وخاصة بلبنان. شكرا لمشاهدينا لمتابعتكم، والله معكم.